السلام عليكم خوتي ازو الفلاون، تحيه كل شعب جزائري داخل وخارج الوطن. رانا مباشره من ملعب بوتسوانا، الملعب الذي سيحضن مقابله الجزائر ضد بوتسوانا يوم الاثنين ان شاء الله في اطار الجوله الثانيه لكاس امم افريقيا. هواري فيناك راهي مرحبا بكم، مرحبا بكم في قناه تاعنا اورون فيناك دي زاد، وفي الصفحه الفيسبوك اورون فيناك بوان دي زاد، الصفحه تاع الفيسبوك بوان دي زاد. مرحبا بكم. دوك غادي نوريكم ليطا تاع الملعب يبان مليح بصح الارضيه دوك نشوفوها ان شاء الله. ولا مباشره من ملعب بوتسوانا الذي سيحضر مقابله الجزائر بوتسوانا يوم الاثنين القادم ان شاء الله، بعد الفوز المحقق ضد زامبيا 5-0. ان شاء الله المنتخب الوطني يحقق الانتصار اخر ان شاء الله خارج الديار امام منتخب بوتسوانا غير معروف افريقيا. هذه ارضيه الميدان، ربوها شويه محترقه ولكن مليحه مليحه مقبوله مقبوله. هنا كاين شويه اسفرار، هلا هذا ملعب بالكامل. هاكم تشوفو فوالا، هذا مدرب المنتخب بوتسوانا للتذكير، هو مدرب مواليد الجزائر السابق عادل عمروش، هو المدرب الوطني لمنتخب بوتسوانا، يعرف كل خبايا الكرة الجزائرية. ولكن حنا عندنا منتخب قوي نتمنى يكون في المستوى ان شاء الله ان شاء الله كل عادة، وانا دائما امني بهذا المنتخب. راكم تشوفوا ارضية الميدان شوية اسفرار شوية ناقصة مي مقبولة مقبولة شوية، كاين شوية هنا بروبلام راكم تشوفوا، فوالا فوالا كاين هنا تاني شوية حتعرقل اداء اللاعبين نوعا ما. فيها ناقصه شويه الارضيه مي نادي افريقيا احسن من لا شيء. كان اسفرار هون وسط الميدان، كان اسفرار بعدين كان اسفرار قريبا من 18 متر شويه اسفرار، ولكن اللاعبين تاعنا راه عندهم خبره افريقيا. كاين هنا تاني ناقصه العشب بشكون راه ميت هنا كاع، كاين هنا بروبلام هنا قريبا تقريبا كاري 18 كاين مشكل هنا، كاين شوية هنا تاني اسفرار ولكن مليح صعبة شوية، عند الكارديا منا مليحة. دوك نوريكم الأخرى كي دايرة تاع الجهة التانية تاع حراسة المرمى، كاين تاني شوية هنايا فوالا، هذه الجهة التانية من الملعب. هنا تاني كاين شويه تاع اسفرار هنا في عند كيما يقولوا هنا عند السونتر، هذا هو السونتر فوالا. هنا كاين مشكل هنا، هنا كاين مشكل هنا، هنا فيه شويه مشاكل تشوفوا، هنا تاني ناقص شويه، ناقص ملعب ناقص الملعب شويه ناقص. مي هذه افريقيا كاين تاني هنا عشب، كاش العشب شكون هما هادو، ما عباك ما على بالهمش بلي كاين ماتش، الناس ما على بالهمش كاع بالبوله هنا. وغادي ندير لكم صور على المناطق اللي ماهيش مليحه في الملعب. هنا تاني قريبة ل 18 تاني اسفرار ناقصة العشب، ملعب متوسط متوسط شفتو دروك غاية متوسط متوسط شوية. ناقص تاني هناك تشوفو أرضية نجم تقول متوسطة، عم يديرو لها يزكولها في الماء جو بونسي ترو طار. هنا تاني كاين بروبلام تشوفو قريب ل 18، هنا عدد 18 حتعرقل أداء اللاعبين
انا تاني ناقصه بزاف. وي ملعب كاريتي شويه والله كاريتي. هنا تاني مشكله تشوفوا. ناقص بزاف حيعرقل ممكن يدير اصابه اللاعبين بعد الشهر ان شاء الله. تشوفوا تقريبا 18. هادي يا خوتي انا ولينا لكم لي تاع الملعب وان توتي فلاجي ان شاء الله. حنا موالفين بهذا العراقيل وان شاء الله المنتخب يدير انتصار لي باش يبين بلي حنا ابطال افريقيا عن جدار واحتقاق. السلام عليكم. هذه غرفه تغيير الملابس تاع المنتخب الوطني. هنا غيرت ملابس غرفه تغيير الملابس مباشره من غرفه تغيير الملابس. فوالا تعرفوا بالتخروي تاعنا خروضناهم خلونا نديرو فيزيت نقيه صافا لاباس. فوالا نو اوكي اخوتي كما عهدناكم شفتوا الفيديو تاع الملعب شفتوا الصور. ملعب نظن تحت المتوسط، ملعب حيشكل مشكل للمنتخب الوطني الجزائري لان شفتوا كاين واحد البلايص محروقين كاين تراب ارضيه مش جيده متوسط تحت المتوسط. ما الملعب من برا مليح من في الارضيه ارضيه نقول باللي سيئه تحت المتوسطه وتحت تحت المتوسط حتعرق الاداء المنتخب الوطني اللي يلعب على التمريرات على الفنيات. نظن المنتخب الوطني حي ان شاء الله يفوت هذه المشكله. ادنى عندنا خبره في افريقيا. المهم راكم في الملعب ورينا لكم الفيديو توجور كالعاده الحصري من ارضيه ملعب بوتسوانا من عاصمه غابورون. نحييكم مرحبا بكم في قناتنا اورون فيناك دي زاد. ابونوا معنا ان شاء الله ومرحبا بكم في الصفحه تاع الفيسبوك اورون فيناك بوينت دي زاد بوينت 3 فيفا لاجيري. تحيه الجزائر ورانا الجزائر. حنا نبغوا الجزائر نبغوا الجزائر فوق كل شيء لا نقدس الاسخاص لا نقدس حاجه. وان تو تي فلاجيري وكما قالوا تتنحاو كاع بقايا العصابه ان شاء الله يتنحاو كاع. وان تو تري فلاجيري والسلام عليكم باي.